العامة لمكافحة الجراد، ملف مهم جدا، وآفة أو حشرة تهدد المحاصيل لازم يكون في يقظة شديدة وتعامل سريع واستباق لهجوم أسراب الجراد ومنعها من دخول الأراضي المصرية. معايا الحاج مرزق. منين؟ الحاج مرزق من المنيا. اتفضل يا حاج مرزق. يا أهلا بيك، اتفضل. بشكرك يا حاج مرزق. بشكر حضرتك. الله يخليك. انا مشيت يا استاذ سامح، لان انا واخد دبلوم من سنه 92. اي فانا كنت عايز دبلوم كذا وظيفه، انا ما عجبتش فيها. بعد ما رحت عملت رخصه على سياسه، عطوني يطلب لي تامين عشان ما فيش اي وظيفه. اي فهي المشكله، كنت عايز ان انا اقدم على المشروع بتاع الارض التعليميه، عايز تاخد ارض مستصلحه، علشان انا عندي مثلا انا متزوج ومعايا اربع اولاد، فطبعا انا كنت بشتغل عامل باليوميه. ايوه. الواحد يلا بروح تعبت يعني، فانا عايز حتى بعرض المصلحه على اساس احنا نشتغل فيها ويكون ليا دخل فيها يعني. يعني رسالتك وصلت يا حاج مرزا. انت بتقول لي انا دبلوم من عام 92، ما توظفتش وماليش اي مورد ثابت، انا بشتغل عامل في الزراعه، بشتغل في 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 عامل في الاراضي الزراعيه. فيعني عايز اي مشروع يتم الحقق بيه. دي تابعني فيها، واحنا هنسال في المنيا برضو نعرف ايه المشاريع الزراعيه اللي ممكن تستوعب عماله في هذه الفتره. لو في مشاريع هيتم طرحها يعني تقدر تكون مناسبه ليك او قريبه من امكانياتك، برضو دي هنتابعك فيها. بتقول لي بس وانا ماليش تامين يعني، بس خلي بالك انت. انا كنت عملت بوست على سوق البديه تامين يعني. هل ده يمنع ان انا اقدم على مصر على خطه بارض مثلا مصلحه او خطه مثلا على اشتغل فيها البديه مواد فيها؟ حاضر يا حاج مرزق، عينيا الاثنين. بشكرك حاج مرزق من المنيا. يعني بيقول لي دبلوم من عام 92، بس انا عايز حاجه تكون ثابته، اشتغل في القطاع الزراعي وفي حاجه استفيد منها، وبدل ما انا ما فيش مورد ثابت بشتغل عامل في الزراعه. معايا الحاج محمد من بني سويف، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك سعاده الباشا؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. الله يكرمك. انا عندي مشكله الله يرضى عنك بالنسبه لمصرف بن صالح.